عسلامة، معكم قصي عيد ومرحبا بكم في برنامج باركور. برنامجكم كل نهار السبت 6 متاع العشية، كل مرة مع انفيتي من دومين مختلف باش يحكي لنا على خدمته والباركور نتاعو. الجمعة هذه معنا حنان زبيس باش نحكيو على جنس من أجناس الصحافة، جنس خلينا نقولوا اللي يطبق فعليا في مفهوم السلطة الرابعة. باش نحكيو على الصحافة الاستقصائية. مدام حنان، مرحبا بك في باركور. مرحبا بك وعايش، شكرا على الدعوة يا قصي. يعيشك مدام حنان. احنا باش نحكيو معك صحيح على خدمتك، اما يجي قبل نحكيو شكون هي حنان زبيس وشنو قرات. انا حنان زبيس عندي تجربه في الصحافه اكثر من 20 سنه، درست في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، بعدها خدمت في العديد من الجرائد المحليه والعالميه. انطلاقا من 2011 بديت نتخصص في الصحافه الاستقصائيه، بما انه اصبح ممكن ان نمارس الصحافه الاستقصائيه من بعد الثور، ومن بعدها وليت معناها مشرفة على تحقيقات ومدربة، وحاليا ندرس في ماجستير الصحافة الاستقصائية في معهد الصحافة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار. وريني شنو اللي جبتك للصحافة الاستقصائية؟ يعني اسكو أنت كنت تحب تولي جورناليست دانفستيغاسيون، وإلا لا كنت جورناليست وبعد تعرفت على الانفستيغاسيون وقلت أوكي هذي اللي نحب نعمله؟ وأنا ما كنتش نعرف شنو هي الانفستيغاسيون، معناها تعرفت عليها من بعد 2011 وقت اللي أصبح ممكن أن نمارس هذا النوع من الصحافة، لأنه ولا مناخ ثم مناخ بتاع حرية التعبير، ولا ثم أكسي لانفورماسيون، وفما تشجيع للصحفيين أنهم يعملوا صحافة استقصائية. لكن أنا قبل كي كنت نشتغل خاصة في مجلة رياليتي، كانت مجلة إبدومادية، كان عندي ديما المشكلة أنه كي نطرح مشكل معين وإلا ظاهرة معينة ما يكفينيش الوقت، نحس اللي انا ما خذيتهاش في ابعادها الكل، ما لقيتش الوقت باش نتعمق فيه. كان ديما عندي نوع من الديسيبسيون، يعني انه نحب ما نجمش نخدم حاجه جوسكو بو، لانه صحافه استقصائيه تاخذ وقت كاملا باش تلم المصادر الكل، باش تحكي مع جميع المتداخلين، باش تحمل المسؤوليه لغرض انه في الاخير تحدث بناء انا باكت ولا تغيير. وقت اللي اكتشفت الصحافه الاستقصائيه قلت شان هذا هو الجونغ اللي انا نحب نخدم فيه، لانه يعطيني الوقت باش نعمل لا ريشيرش كيما انا نحب، باش نتعمق في الموضوع كيما انا نحب، باش نعمل حاجه كامله، معناها باش من بعد كي نقدمها للجمهور تكون فيها رؤيه كامله للمشكل لحيثيته ولشكون اللي مسؤول عليه. فكانت الصحافه الاستقصائيه اكتشاف، ومن تو حسيت روحي انه هذاك هو الحاجه اللي نحب نعملها دوفي توجور. معناها هل اليوم العباد فاهمين الصحافه الاستقصائيه ودورها في تونس؟ مش برشا، خليني نقول لك بون احنا خير شويه من 2011 وقت اللي بدينا، كانت الناس ما كانتش فاهمه شنو هي الصحافه الاستقصائيه. توا كمان من السماء وركبنا تقريبا 13 سنه فيهم، ثم تكونت صحفيين استقصائيين، تعاملت تحقيقات استقصائية، تكونت منصات للصحافة الاستقصائية، ثم برامج تلفزية. دونك ناس بدأت تفهم انه نوع هذا من الصحافة ماهوش صحافة يسميوها، معناها ثم اطراف تحب تصفي حساباتها مع اطراف اخرى ممولة فلا من اجندات اجنبية، لا بالعكس، هي صحافة تدقق في الأشياء، تمشي لعمق الأشياء، تكشف ما هو مخفي، وتحاول أنه من خلال الكشف تفضح الانتهاكات باش تأثر على الرأي العام وعلى السلطات باش يتحركوا باش يصلحوا كالانتهاك هذاك، وإلا يصير تغيير ما. دونك لاحظوا الناس بداوا بشوية بشوية يفهموا أنه ولا في ساعة ولا تقدمهم رغم بوخ ألي أدولا دوسكي أباران. ايضا ولات عندهم رغبه باش يكشفوا الناس المسؤولين باش يحاسبوهم، ولات مع ثقافه المحاسبه، ولو انه مش مزيت مش ناس متطوره في تونس، اما فما الرغبه في المحاسبه. فبشوي بشوي بدات تتكون فكره، ما زالت تزيد، خاطر نحن نسال معناها 13 سنه الى حد ما، ممكن قبل حتى 2011 كان ثم بعض المحاولات مبادرات ماهوش برشا، مي قاعدين نخلقوا في تقليد. نخلي يقولوا لي ما كانتش معناتها في لي نورم نتاع التقرير الصحفي، معناها كانت كما نقولوا نحن مواطن يمشي يكشف ما نعرفش في بلديه ولا حاجه، يعمل تصاور في بتليفون يقرا وكذا كذا. هذه مواطن هذا وقتكم انتم مواطن عنده تليفون، احنا كبدينا ما فهميش المواطن عنده تليفون، مازال صحافه المواطنه مازالت مش متوا. اما عارفش كان يصير، كانت قبل ثم بعض المبادرات قبل 2011 جو دي بيان، بعض المبادرات من بعض الزملاء اللي هما اساسا يشتغلوا في صحافه المعارضه للنظام، فكانوا يحاولوا يكشفوا بعض قضايا الفساد، مثلا في الزيت الفاسد، مثلا في التعاطي مع بعض القضايا الاجتماعية. ما كانتش تحقيقات استقصائية بالمعنى المهني، معناها التكنيك لكن كان ثم مبادرات لكشف
أشياء تتغاضى عنها السلطة وللخروج شوية من الخطاب السائد، الخطاب السياسي السائد نتاع البروباغندا نتاع النظام، نظام بن علي. اللي صار من بعد 2011 اللي ولينا نخدموا سلون لينوغ المهنية ولينوغ انترناسيونال، معناها دونك وتعلمنا كيفاش نعملوا صحافة استقصائية، كيفاش نعملوا فرضية نحاولوا ان نأكدوها، نحاولوا ان ننفيوها، كيفاش نبحثوا على المعلومات، نمشيوا للمعلومات open source، كيفاش نعملوا المواجهة مع الناس المسؤولين على الانتهاكات في اخر التحقيق بل النشر، كيفاش نثبتوا من كل معلومة معناها وندقوها. دونك هذا اللي جديد. احنا باش نمشيوا لهم من بعد شوية، اما انا قبل كل شيء اقولوا شكون الصحافي الاستقصائي؟ الجورناليست دانفستيغاسيون هو اللي ما يكتفيش بالرواية الرسمية، هو اللي يمشي إلى ما أبعد مما هو موجود. مثلا الصحافي العادي مش تقليل راهو من قيمته، الصحافي العادي مثلا كيصير حدث معين، حادثة مثلا تقلب درا وإلا ينقل الخبر، مثلا عملت حادث يمشي ينقل الخبر كما هو، يحكي مع الضحايا، يحكي مع المسؤول ويروح يكتب ولا يصور التقرير متاعه. الصحافي الاستقصائي يمشي إلى ما أبعد لذلك. شنية الأسباب العميقة اللي أديت لهذيك؟ لأنه إذا كان اليوم عنا حوادث طرقات ولا حوادث ترينوات ما صارتش هذي اعتباطين، لأنه ثم إهمال أعمق من هكاكة ما تمش الحديث عليه، لأنه مثلا ما اهتميناش بالسكاك الحديدية، ما قمناش بالصيانة متاحة، لأنه مثلا ما قمناش بالتدريب المستمر لسواق القطارات، لأنه مثلا شرينا قاطرات ما هم يمشيوش مع السكاك، دونك ثم هنا فساد، لأنه وعدت الدولة أنها تصلح وما صلحتش. دونك احنا نسألوا الأسباب العميقة اللي أدت لحصول كارثة ما أو مشكل ما أو ظاهرة ما، وانطلاقا من ذلك نبدأ نحاول نكشف شنو اللي صار، نرجع للماضي، كيفاش بدات المشكلة، كيفاش تطورت، شنو شكونهم مختلف المتدخلين، علاش ما صار حتى شيء، باش الناس هذو من بعد ونحاولوا كل شيء نثبتوه بيانسور بالشهادات وبالوثائق، باش من بعد الناس هذو نجموا نسألوه علاش ما عملتوش. لأنه صاحب الاستقصائي مش فقط يكشف، هو يسائل، يعين المسؤول ويسائله باش يحاسبه نوعا ما لأنه قصر وإلا ما قامش بخدمته وإلا تغاضى وإلا كان متواطئ. فالغرض أنه وقت اللي أنت تبوانت لا بيرسون كي ريسبونسابل أنه تحثها أنها تتحرك أو تحث الرأي العام باش يضغط من بعد أنه تصير حاجة، السلطات تتحرك، تتحل تحقيق، لجنات برلمانية تتحرك. دونك هذا الكل يعملوا صحفي الاستقصائي بالخدمة متاعه. ذلك علاش ما هيش خدمة سهلة، تحب لها برشا وقت، برشا جهد، برشا صبر، برشا إيمان ساعة من عند الصحفي بالقضية متاعه، فيها برشا فلوس أيضا، لأنه أحيانا باش تحتاج أنك تتنقل، باش تحتاج تعمل تحاليل، باش تحتاج أنك تشري وثائق، باش معناها تدفع رشوة، بتشري وثائق رسمية شوفوا جيب، باش تحتاج انك انت باش تصور، باش تستعمل ماتريال معين، فهذا الكل فيه كلفة. ذيك علاش الصحافة الاستقصائية ما تتعملش بصفة متواردة، معناها تقريبا عدد الصحفيين الاستقصائيين في العالم يفوتش لـ 2%، ولكن هذوما ناس اللي قروا في لحظة ما من حياتهم انهم يحبوا يكرسوا جزء كبير من وقتهم للتعمق في الاشياء، لكشف اشياء خفيه باش يعملوا باش يخلقوا ان امباكت. وكيفاش تعمل تحقيق؟ يعني كيفاش تجيك الفكره؟ يعني كيفاش تختار الموضوع؟ اسكو كي تصير كارثه والا كي يجيك دوسي نتاع فساد وقتها تقول باش نبدا نحكي فيه الموضوع ولا كيفاش؟ وفيت سا ديبون، ساعات انت تصير كارثه كبيره في البلاد وتحب تعرف علاش صارت الكارثه هذيك. مثلا ناخذ مثال من بلاد قريبه لينا درنا، مثلا الاعصار اللي صار، الاعصار هذاك ما كانش ينجم يعمل الديجا اللي صار، ولكن ما فماش مشكله عدم الصيانه للسدود. دونك هنا ساعات الكارثه هي اللي تفرض عليك انك تقرر انك تشتغل على موضوع معين. ساعات يجيك حد يعطيك لانفورماسيون او مثلا يعطيك وثيقه او يحكي لك على الحكايه، يقول لك لو ثم فساد في قطاع ما ولا في شركه ما علاش ما تشتغلش عليها، ومثلا نجم نسرب لك الوثيقه هذيك او نعاونك. يعني جو دي بيان وقت اللي يسرب لك الوثيقه مش معناها خدمتك تعملك، هذاك سكوب، هذاك صحافه السبق الصحفي. انت كي يسرب لك الوثيقه وقتها باش تبدا خدمتك، مش باش تمشي تحطها على فيسبوك تقول هاني سيي خدمت. دونك احيانا ساعات يسربوا لك وثائق، ساعات يحكيوا لك على حكايه، ساعات مثلا قلت لك الكارثه تفرض نفسها، مثلا اللي صار في صفاقس في الصيف
الهجرة غير النظامية، الأعداد المهولة اللي صارت، حبينا نفهموا من جي والنساء دوما شكونها في الشبكات اللي تدعمهم، كيفاش قاعدين يوصلوا لإيطاليا. دونك هنا أحيانا الحدث هو اللي يفرض عليك. أحيانا زادة ساعات أنت اشتغلت على موضوع حسيت روحك ما استوفيتوش في شغلك العادي، فتقول اه تيا انا ماذا بين عاود نرجع له باش نزيد نغوص فيه الموضوع هذاك. يعني انا نذكر صارت لي مره اشتغلت على عملت تقرير على وقت التعافنات الاستشفائيه مش ميس المعروفه في تونس في 2012 على امراه اصيبت بتعافن نتيجه لدخلت للكلينيك. لا دخلت الكلينيك باش تعمل عمليه شفط نتاع دهون في البطن نتاعها، صار لها تعافن نتيجه لعدم التعقيم الكافي للسال للبلوك اوبيراتوار، ومراه صغيره في العمر كان عندها زوج صغار توفيت. دونك انا وقتها مشيت بديت عملت تقرير على الحاله هذه، لكن اكتشفت خلال التقرير انه ماهيش حاله فرديه، انه ثم حالات اخرى، انه ما يحكيوش عليه الموضوع هذا، انه هو متفشي، انها هي مشكل عالمي معناها واحنا عندنا منه في تونس. فوقتها جاتني فكره قلت علاش ما نرجعش نتعمق فيه، فبالتالي قلت نرجع ناخذ وقتي باش نعمل حاجه اعمق واكبر ونوري اللي هي ماهيش حالات فرديه وانما معناها ظاهره كي. دونك هنا اختيار الموضوع، ساعات انت تختار الموضوع، ساعات الموضوع يختارك. فيت ما نجمش هذايا معناها يخدم اطراف معينه، يعني كي يجيب لك شخص ملف سيد عنده اغراض اخرى من كونك انت تكشف الحقيقه. هو ما نجم يكون كده هكاك، ولكن احنا الفرق هو في التعامل. احنا مش يصير تقاطع نتاع مصالح بيني انا وبين الشخص هذاك. سيبوزو انا نحب نكشف شخص فاسد، ما هو رئيس مؤسسه، باش يجيني حد اللي هو من داخل المؤسسه عنده بونتو بعرفه مثلا، خاطر عارفه طرد وطرد تعسفي ولا ما عطاش البريم ولا اللي هو باش يسرب لي وثيقه. انا مصلحتي تتقاطع مع الشخص هذاك بما انه هو يحب يكشف الفساد لغرض شخصي، وانا نحب نكشف الفساد لاناره الراي العام. نجم ناخذ من عنده الوثيقه نتعامل معاه، ولكن ما يوليش هو يتحكم لي في مسار التحقيق نتاعي، معناه ما نخليهوش يستعملني هو كاداه لتصفيه الحسابات. دونك نتعاون معاه في اطار معين، ناخذ من عنده الوثيقه اللي هو جابها لي، ولكن نكمل البحث نتاعي عبر مصادر اخرى، لانه انا الغرض نتاعي كما قلت لك ماهوش تصفيه الحسابات وانما فضح الانتهاك. دونك هنا نستغلوا نحن شويه الظرفيه هذيك، انه اللي باش يجيك ديما عنده مصلحه باش يكشف فساد، معناها ما هوش قاعد معناها في بيرو باش يقوم يحكي على قضيه فساد. لكن انا اللي يهمني هو شنو اللي باش ينجم يعطيني كمعلومات، شنو باش ينجم يسرب لي، واللي يهمني انا زاد عندي انا وازع اخلاقي انه كيفاش باش نستعمل هالمعلومات هذيك. دابور باش نتاكد من مصداقيه المعلومات اللي جابها لي، من الوثيقه اللي جابها لي صحيحه مش صحيحه، باش نواصل البحث نتاعي، وباش في الاخر نجم نعمل التحقيق الاستقصائي نتاعي. ونصور زاد اللي برشا تحديات ينجم يواجههم الصحافي الاستقصائي، فيش يكمن التحديات هذوما وكيفاش ينجم يواجههم؟ برشا تحديات. توقفت قبل مدام حنين؟ كيفاش؟ توقفت قبل معناها ما تلقيتش؟ ما توقفتش، اما مثلا انا تعرضت لعمليات تشويه. تنجم مثلا ثم زملاء تعرضوا للتحرش، ثم زملاء تعرضوا للايقاف، ثم زملاء تعرضوا للقتل. ما نحكيش في تونس، نحكي في العالم. هو الصحافه الاستقصائيه تطرح العديد من التحديات. اولا الساعه المبدا انك انت باش تمشي تحكي على اشياء خفيه، شكون اللي خفاه الامور هذه؟ خفاها ناس عندهم سلطه او عندهم نفوذ، فهذوما ناس ماهمش سهلين، يا اما عندهم الفلوس، يا اما عندهم موقع سياسي، يا اما عندهم شبكات. فانت ديجا بادي داخل في حرب معناها في منطقه اللي هي خطيره شويه. هذه الحاجه الاولى. دونك لازمك تبدا واعي بالشيء هذا وتامن نفسك، مثلا تامن تليفونك، تامن حاسوبك باش معلوماتك معناها ما تتسربش، تحاول تحافظ على مصادرك، يبدا عندك ان بلان دو سيكوريتي معناها كيفاش باش تامن روحك خلال العمل. ما تبداش بالحاجات اللي ممكن تجذب انتباههم، تبدا بالساهل وتمشي بشويه للصعيب، ما تمشيش مثلا من الاول تمشي للشخص اللي هو انت تعتبره هو منتهك ولا تعتبره هو فاسد، هو اخر حد تمشي له. تبدا ساعه من البيريفيريك وتبدا تمشي للداخل. ثم التحدي الثاني هو انك انت تنجم زادة حاجات على المستوى الشخصي، انك انت في الملخر تنجم تتعب في الوسط، تنجم تقلق، تنجم تقول مانيش باش نخلط، تنجم توحل.
لا ما زلت ما نحكيش على التهديد، نحكي حتى على مستوى العمل في حد ذاته، لأنه مرهق العمل، يعني مش تمشي تلوج أنت وتجيب المصادر الكل والأوثائق الكل، استخدامها معظم أبواب تتسكر قدامك، دونك تقولي سايب علي معناها ولا وين مش نمشي وبلكشي ما نخلطش، دونك ثم زاد التحدي على مستوى الشخص. ثم التحدي الآخر هو الأمني بعد في النشر، يعني فوا كملت ننشر ما ننشرش، ننشر باسمي، ننشر باسم حد آخر، ننشر أنا داخل في البلاد اللي أنا فيها ولا نخرج وننشر. اللي هنا بالنسبة للنشر شنو ما العواقب اللي نجم يتعذرهم صحفي كي ينشر تحقيق معنا؟ هني قلت لك ينجموا يستهدفوك، ينجموا يعملوا لك حملة كاملة معناها للتشكيك في مصداقيتك، يقول لك أنت تخدم لجهات أجنبية ولا تخدم لجهة سياسية معينة، وإلا أنا وقتها مرة تهموني أنه أنا معادي للإسلام على خاطر خدمت موضوع حمل رياض الأطفال القرآني. ينجموا يستهدفوا سادة كما قلت أنت معناها عائلتك، الناس القراب منك، على هذاك قرار النشر سادة يتناقش، ماذا بيك ما تبديش تخدم وحدك، ماذا بيك تخدم مع ناس يا اما مشرف يا اما منظمه باش نجم تتدخل لمساعدتك قانونيا، كان باش يشكيو ينجم يشكيو بيك قدام قضاء، تلقى روحك معناها عند قضيه مفتوحه، فهمت هذاك علاش يلزمك تحسن نفسك انك انت تبدا تخدم ضمن شبكه نجم تحميك، تحط لك محامي، الناس ينجموا يدافعوا عليك وقت اللي يتم التشكيك في مصداقيتك. ساعات منظمات تخرج الصحفي كاريمون، معناها مثلا من منظمه كيما منظمه الجريمه وقامت مشروع مكافحه الجريمه والفساد، هذا موجود او سي سي ار بي اسمها، تخدم تحقيقات على مستوى العالم الكل لمكافحه الفساد، معناها هذه كي تشتغل معاها وقت اللي تحس اللي انت معارض للخطر تنجم كاريمون تخرجك من بلادك بوندون 3 موا، تامن لك معناها خروج آمن وتحطك في منطقة آمنة حتىش اللي تبرد شوية الحكاية وتعاود ترجع، لأنه رينا أنه العديد من الصحفيين يتقتلوا، خاصة مثلا في المكسيك اللي يخدموا على الكارتيل متاع الدروغ سيستيماتيك ما معناه يقوموا بتصفيتهم. دونك هنا يلزم دراسة الأضرار، دراسة المخاطر، أنه يحسن نفسه شوية الصحفي أنه ما يخدمش وحده. مثلا عندنا المثال متاع الصحفيين نذير وسفيان اللي مشيو هكاكا معناها من غير حتى بلان دو سيكوريتي، ولليوم ما نعرفوا عليهم حتى شيء. دونك هنا ما تمشيش ترمي روحك زاد انت للتهكا وتقول هاو علاش صار لي هكاك. دونك هنا يزلنا نحسبوا حساب العوائق، نحصلوا انفسنا، نعلموا الناس تبدا تخدمش وحدك، تخدم مع منظمه، تخدم مع الميديا اللي انت فيه باش يامنوا لك الحمايه القانونيه والحمايه الجسديه كان لازم. وفي تونس معناتها عندنا مشكل معناها حريه التعبير شويه الايامات هذوما، كيفاش الصحافي الاستقصائي في تونس؟ اسكو معناها الوضعيه نتاع الصحافي الاستقصائي في تونس اسكو هي بيدها يعني نفس المشاكل الموجودين في العالم نوعا ما، ولا فما بلوس خاطر في تونس؟ شوف الوضعية تختلف من بلاد لبلاد، ستادير انت والكليما بتاع حرية التعبير اللي موجود هو مدى كيفاش نقول لك النيفو دو توليرانس بالنسبة للسلطة، وحتى النيفو لذا مسألة التأمين الصحفي، معناها الصحفي وقت اللي يكشف حاجات كيما هكاسكو مثلا تتدخل الدولة باش تأمنه ولا لا، سورتو إذا كان باش يتعرض الأشخاص اللي هما عندهم مواقع حساسة في الدولة. انا اللي نقوله اللي الصحافه الاستقصائيه ما تنجمش تنمو في انفيرونمون تاع ديكتاتور تاع ضرب لحريه التعبير تاع ضرب لحريه الوصول النفاذ الى المعلومه، لانه احنا عندنا ماكسيم اليوم منذ 2016 قانون النفاذ الى المعلومه وهيئه النفاذ الى المعلومه اللي تمكننا من الوصول الى الوثائق الاداريه. ففي ظروف كيما هكا يولي صعب الخدمه تاع الصحفي الاستقصائي، صعب انك تجيب المعلومات، صعب انك انت تمشي للي سوخس نتاعك، صعب بعد في النشر زيدا خاطر ما تنجمش تحصل على الامباكت اللي انت حاجتك بيه. قلت لي تنشر تلقى ناس اللي هي مركزة على انت شكون على اكثر من خدمتك معناها، ويبداو يعملوا حملات لتشويهك. في تونس ماذا نجم يذور الصحفي معناها بطبيعة خاطر هو كي يبدا قلتي الغمي اون كيستيون النتيجه اللي انت وصلت لها معناها خدمتك كل تطيح في الماء. مثلا يقول انت انا مشيت كشفت منعرفش انا جدي نابورت كوا نوفيات الايطالي على خاطر ثم رجل اعمال فلاني هو اللي ديغيير الحكايه هذيك، دونك انا
رجل اعمال اخر هو اللي يعطاني الفلوس باش نعملها الحكاية. دونك هنا ساي تيح المصداقية نتاعك في الماء. اي حد باش يجي يعتمد الخدمة نتاعك باش يحاول يحل تحقيق ولا يحرك الرأي العام باش يقولوا له لا السيد هذاك راهو مشبوه ولا ياخذ في اموال مشبوهة ولا دونك ما عادش عندك حتى مصداقية. لونجو الكل هو كيفاش تحافظ على مصداقيتك، كيفاش تقعد تخدم ديما في اطار بروفيسيونيل معناه مهني، كيفاش تحمي نفسك قانونيا باش توصل المعلومات نتاعك اللي هي نورمالمون انطلاقا من اللي انت كشفته لازم ناس اخرين يتحركوا، مثلا تفتح تحقيق، القضاء يتحرك، مثلا النيابه العموميه تتحرك، مثلا البرلمان يفتح لجنه تحقيق مثلا داخل البرلمان، تصير حملات مناصره اللي هو هذا بالضروره مش قاعد يصير في بلدان اللي هو بخوندغ لو غولي بتاع الخدمه بتاع الصحافي. هذا بزلنا اللي قصير فيه اللي في بلدان اخرى وقت اللي يطلع تحقيق استقصائي اوتوماتيكمون ساعه وسائل الاعلام الكل تحكي عليه، اوتوماتيكمون يتحل تحقيق، ثم رؤساء حكومات قدموا استقالتهم، ذكروا ووتر جيت اللي مش حتى ووتر جيت ها بنما بيبر اقرب معناه، ثم ناس معناها رؤساء دول تم تنحيتهم. دونك غادي يصير لامباك لان ثم راي عام حي وثم دي 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 ستركتور اللي ياخذوا مع الاعتبار الريزلتا نتاع خدمه الصحافي باش يستعملوها، مثلا يولي يتحل تحقيق، لجنة البرلمان يتحرك، المحامين يتحركوا، احنا هذا كل مازال ما صار. احنا مازال نغزلوا الصحافي الاستقصائي كانه عدو، لا مش حتى عدو، نغزلوا له كانه خائن، كانه يتخابر مع الجهات الاجنبيه، كانه نشكوا فيه مش حتى في مصداقيته، نشكوا حتى في وطنيته، ديما نعتبروه شخص خائن، شخص من خارج الدوله جاي يحب يكسر مثلا الدوله ولا يكسر الامن، في حين هو خدمته بالعكس هو يحب يوري نقاط المشاكل اللي معناها النقاط اللي فيها الانتهاكات باش يحسن الاداء نتاع المؤسسات نتاع الدوله وباش معناها نقلوا من 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 الانتهاكات من الظلم الى اخره. هو جاي باش يعز ثقافه المحاسبه. ينجم يكون هذا جانب منه خاطر معناها التحقيقات الصحفيه خلي يقولوا جينيرالمون يخدموها معناتها يكون التمويل نتاعهم عن طريق منظمات من برا، ينجم يكون هذا معناها سبب اللي يخلي العباد تفهم الطريقه احنا بين المطرقه والسندي. تو من جهة أنتي المؤسسات الإعلامية الوطنية ما تشجعش على الصحافة الاستقصائية خاطر ما تهمهاش فينالمو بالنسبة ليها، وكي يمشي حاجته باش يغطي ما هو موجود ما يحبش يبحث ويربش، دونك ما يعطيوش لي مويان للصحافي باش مثلا يشتغل على تحقيق بوندون دو ولا تخوا موا، ما يعطيوهوش التموين اللازم، ما يعطيوهوش الوقت الكافي. دونك هو كيحب يخدم حاجه كيما كي شكون باش ينجم يمولو ولا شكون باش ينجم يشرف عليه وشكون باش ينجم يعاونو باش ينجح، فما كان المنظمات الاجنبيه تبقى لهنا زاده. ما نجيوش نحكموا على كل المنظمات الاجنبيه نحطوها في نفس الكيس، صحيح ثم منظمات عندها اجندات لكن انت زاده تختار المنظمه اللي تخدم معاه اللي عندها مصداقيه اللي خدمت قبل شجعت صحفيين اللي عاونتهم، تشوف زادا مش بالضروره تخدم مع منظمه واحده، تنجم تخدم مع بلوزيور معناها باش تضمن استقلاليتك. لكن الفكره زاد انت ما تجيش ما تعطينيش لي مويا وتقول لي ما تمشيش تاخذ لي مويا من عند ناس اخرين. كيفاش تحبني نخدمه تحقيق الاستقصاء كيما قلت لك ياخذ وقت ياخذ جهد ياخذ فيه كو معناها فيه ميزانيه، يلزمك مشرف معاك ما تخدمش وحدك، يلزمك يناد بعد للنشر، يزمك مراجعة قانونية، هذه كلها مصاريف تصرف انت وحدك ما تنجمش. ولهني كيفاش الصحفي يحمي روحه ويحمي مصادره؟ اولا بحماية الاجهزة نتاعك، انت كي تحمي تليفونك وتحمي اورديناتورك تتسمى ديجا حميت مصادرك، كونك انت وقت اللي مثلا يجي يسرقولك تليفونك والا تجي الامن كيما في الكا نتاع خليفة القاسمي زمينا ان شاء الله ربي يفرج عليه حكم عليه بخمس سنين، يعني هنا حتى كي انت ما تقولش على مصادر ياخذوا تليفونك ويحاولوا يطلعوا المصادر بتاعك. عندنا زمينا توا تليفونه مشبوك، وهي هذه المشكله. دونك هناك تبدا تخدم على موضوع استقصائي خاصه اذا كانوا حساس يمس الارهابي يمس الامن يمس السلطه، ماذا بيك انه تحسن تليفونك انه تحسن الحاسوب بتاعك
انه كتمشي تقابل مصرك ما تقابلوش في مكان مكشوف مثلا، ما تقابلوش في مكان ينجم الناس يتعرفوا انه هو اللي يزودك بالمعلومات. اذا كان اعطاك معلومات حساسه تعرف انت تستوكيها، ما تستوياش في التليفون الحاسوب اللي انت تشتغل عليه كل يوم اللي هو متاح لاي حد. يعني مش تقايد نمره في تليفونك، ماذا بك ما تقايدوش باسمه، تقايده باسم اخر. اذا كان مثلا سجلت المكالمه بتاعك عملت تسجيل المقابله، تخرج التسجيل تخبيه في بلاصه اخرى، مش نهار اللي يجيو مثلا الامن يهبط عليك ولا حد يحب ياخذ لك تليفونك ولا حاسوبك ما يلقاهمش المعلومات. كي تحمي نفسك وتحمي مصدرك، تحمي نفسك هو ايضا حمايه للمصدر بتاعك. خاطر ما لازمناش ننساو حاجه، راهو انت مثلا المصدر اللي يحب يتعاون معاك لسبب او لاخر هو اللي عارض نفسه اللي اختار اكثر منك. خاطر انت غدوه تعمل تحقيق وتولي انت مشهور وتولي تاخذ جوائز، في حين هو شنو اللي يبقى له في الاخر؟ كان فيقوا به نهار ينجم يلقى روحه يطرد من الخدمه، ينجم يقتلوه، ينجم عاش، ينجم يعيش في ظروف عاديه. دونك هو ياخذ الريسك اكثر من الصحافي، على هذاك الصحافي مسؤول على حمايته. ثم نقطه اخرى، ذكر اللي خليفه ما حب ما تشد الحبس او خاطر ما حبش هي يقول على السورس نتاعو، لكن بعد السورس هو مشي، معناها السيد العريف الجيش مشي هو قال راني انا اللي اعطيت. دونك تعاقب خليفه وتعاقب السورس. دونك سامحني انت لهنا اليوم، انا كاني انا سورس نحب نتعامل مع صحافي وشفت المثال هذا، ما زلت باش نمشي نتعامل مع صحافي، سي صالو بروبليم انك انت السلطه تحاول انها الديسواد اي حد يحب يتعامل مع صحافي او يحب يكشف فساد او يحب يكشف اي حاجه انه ما عادش يعملها الحكايه، خاطر ها وشنو هو النهايه في الاخر. دونك هنا زاد نفس الشيء بالنسبه للصحافي، اذا كان انت ما تحافظش على مصادرك حد ما باش يتعامل معك بعد، وحد مش ما يتعامل معك انت برك، ما يتعامل مع اي صحافي، خاطر بالنسبه ليه انت كصحافي ما تنجمش تحمي مصدرك. دونك انا ما نتعاملش معك، ما نعرضش نفسي للخطر لاجل. ثم نقطة مهمة نحب نقولها، اللي قبل كان عندنا قانون حماية المبلغين اللي هو تاو ما عادش اللي اون فيغور، ملي تسكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذيك قبل كان يحمي المبلغ انك انت تنجم تمشي تبلغ على فساد في شريكتك وما يطردوكش من الخدمة والا ما يوقفوكش على العمل. اليوم هذا ما عادش موجود، على هذيك نقصوا عدد المبلغين، وعلى هذيك رجعنا للتعتيم اللي كان موجود قبل، معناها ما عادش نعرف شنو اللي قاعد يصير حقيقة داخل المؤسسات والهيكل نتاعها. مي مدام حنين، احنا تو خدينا فكرة معناها هكا ابو الصحافة الاستقصائية، شنو من الميزات اللي لازمهم يتوفروا في الشخص باش يخدم الخدمة هذه؟ خاطر حسب حكينا ماهيش خدمة سهلة ولازم عبد، خلي يقولوا بكلبه، هذه حاجة من الأول. وشنو من الحاجات الأخرين اللي معناتها اللي لازمهم يتوفروا في الشخص حسب نظرتك أنت؟ انا يظهر لي اكثر ميزه انك انت تخدم على حاجه انت مسكتك، معناها قضيه اللي انت تمن بها، لما يصير شويه امل ما بين الصحفي وما بين النشط الاكتيفيست. لكن انت حاجه اذا كان ماكش حاسس عليها ما مسكتكش بيرسونيل، ما ماكش باش تعطيها الجهد والوقت وتصبر باش توصل ليه. دونك لازم ثم ايمان ما بالقضيه اللي انت تخدم عليها. ثاني حاجه لازمك تكون انت بطبعك تحب تشوف ما وراء الاشياء، تحب تربش، معناها تحب تبحث، ما تكتفيش باللي يوريهولك من برا ولا لي زابارونس، تحب ديما تشوف شنو اللي فما من تالي. ثالث حاجه لازم تكون عندك قدره على البحث، انك تبحث في برشا جهات، انك تبحث في برشا مصادر، انك تبحث في قواعد البيانات المفتوحه، انك تعمل ريكوبمون تاع لي زانفورماسيون، انك تعمل فاكت تشيكينغ تاع لي زانفورماسيون اللي هو يستحق منك برشا وقت كمان وجه. ثم انه تكون انت زاده معناها ما بالكويسه، خلينا نقول معناها تعرف اللي كي باش يتسد باب من هنا ما توفيش الحكايه، ممكن تسد باب باش تحاول تحل باب اخر، تكون شويه فليكسيبل كرياتيف، الباب هذا تسكر عليا نشوف بيبان اخرين باش نحلهم. وتكون عندك القدرة على التعاون مع الآخرين، كسوسوا المصادر بتاعك أو إذا كنت تشتغل مع صحفيين أخرين. خاطر اليوم النوم اللي ولا متعامل به في الصحافة الاستقصائية في العالم إنك ما تخدمش وحدك، تخدم أون ريزو ولا أون جروب، هذاك يسهل العمل لأنه كل واحد باش يخدم على أون بارتي وباش نحاولوا نجمعوا مع بعضنا الخدمة بتاعنا بوغ رياليزي بلوس دامباكت. لابروف اليوم التسريبات العالميه اللي قاعده تصير من سويس ليكس، بنما بيبر، بارادايس بيبر، وانت ماشي، هذيك نوع من التشبيك، معناها شبكه كامله من الصحفيين في العالم
يتعاملوا مع بعضهم انطلاقا من قاعدة بيانات يتم معناها البختاج بتاعها عليهم. كل واحد ياخذ بختيل تخص مثلا البلاد بتاعه ويبدأ يخدم ويخدموا مع بعضهم وينشروا مع بعض pour avoir l'impact. كنت تذكر في Panama Paper وقت ينشروا مع بعضهم إذا هو الامباكت مونديال. وقتها بدأت رؤساء حكومات يستقيلوا ورؤساء يتنحى وناس مشهورين يتفضحوا في الحكاية ونتصور زيد اللي هذا يحمي الصحافي. معناه مش كما وحدك خلينا نقوله باش تهز القضية اليوم دي بلوز ان بلوز مطالب انك تشتغل مع ناس تخدمش وحدك خاطر يا بوكو بلوز دو ريسك بما انه في العالم نقص المارج نتاع حرية التعبير ورجعوا الديكتاتوريات ورجعت الممارسات اللي تنقص من الحريات. فماذا بيك تخدم مع اشخاص اخرين مع منظمات يكون تحمي روحك وتعطي بلوس دباك دونك. وايضا كصاحب لازم تكون عندك زادة شويه روح المغامره. معناها تعرف ان انشي راك معناها ثم مارش نتاع خطور. معناها ماكش داخل انت في مجال اللي هو سيكوريزي اللي تنجم باش تاخذ دي ريسك. دونك تكون مستعد لهم وتكون طارح على نفسك انه نجم يصيروا لك حاجات بتبيع كله يتم دراسته بيسو. واخيرا لازم تكون عندك ستانفي انه تعمل حاجة كبيرة ما نعرفش نسميها هي تغير الواقع انه تياد الامباكت. مكش مجرد صحفي يمشي ينقل كونفيرونس دو بريس ولا حاجة ويروح. لا انشي عندك رغبة في انك تمشي اودولاد وسام عليها تحب غير المهم انه الاوضاع تتحسن انه اوضاع فئة معينة والاشخاص معينين يتحسن ويصير تغيير ما وانه تساهم انت على الاقل بجهدك في محاسبة الناس اللي هم متورطين في انتهاك ولا في فساد. انت مدام حنان تقري في معهد صحافة علوم الاخبار في ماجستير الاستقصاء. القراية في معهد الصحافة في الماجستير هذه كيفاش؟ هو احنا كل عام نحلو معناها كيما الكونكور. معناها يشاركوا الناس تجي مش فقط من معهد الصحافة يجيوا حتى من كليات أخرى. عندهم يعني ليكري عندهم لغة يتم سؤالهم على علاش يحبوا يعملوا صحافة استقصائية شنو التكوين متاعهم شنو اللي موتيفاسيون متاعهم وبعد يقع اختيارهم حسب التجربة المهنية حسب التجربة الأكاديمية يقع اختيار باش يشاركوا في باش معناها يجيو يعملوا الماستر عنا نحن. هذا هو قصو مودو معناها مفتوح للناس كل يعني مش كان من معهد الصحافة حتى من البر. أنا بمعنى لي ماتير اللي تقراه وهذيك تحب تعرف لي ماتير دونك احنا هاوش نقريهم نقريهم التحقيق الصحفي المكتوب التلفزي الإذاعي كيفية الوصول إلى المعلومات صياغة الفرضية المصادر المفتوحة كيفاش لاكسي لافورماسيون عليها الوصول إلى البيانات المراقبة منهجية البحث. دونك هو الأكثر تكوين مهني معناها ما نعلمهمش لي معارف خلينا نقولوا تيوريك لانه الصحافه الاستقصائيه هي سورتو ان ميثودولوجي دو ترافال. دونك نستفادوا احنا من الباك جراوند اللي هما جايين فيه جايين بيه. ديما نفضلوا انه الناس يبدا عندها شويه بديت عندها معناها فكرة. على الاقل من اكسبيريونس بروفيسيونيل باش يكون اكثر معرفه بالتيران وكيفاش تمشي الامور. إذا كان جاي من background مثلا جوريديك اللي هنا جيونا برشا من السيونس جوريديك ذاك زاد ستان بلوس خاطر يبداو فاهمين القوانين لأنه احنا ديما نخدموا على المخالفات للقوانين والانتهاكات للقوانين ونحاولوا نحن نعطيهم لا ميثودولوجي كومون انفستيغي معناها كيفاش تعمل بحثك الأولي كيفاش تحدد موضوعك علاش الموضوع هذا كيفاش تحدد الفرضية اللي باش تشتغل عليها شتي باش تلقى المعلومات كيفاش باش تعمل ريكوبور بتاع المعلومات كيفاش من بعد تكتب التحقيق الاستقصائي سواء للمكتوب ولا للمرئي ولا المسموع. وهذا هو معناه هو يلزم يجيب تحقيق في السنة الأولى عنده تحقيق في السنة الثانية زاد عنده تحقيق فكرة تحقيق يخدم عليها ويحاول يجزه ويكون هذاك العمل اللي باش يقدمه خلال الامتحان. وكيفاش الميثودولوجي يعني كيفاش تعمل تحقيق استقصائي من البداية للنهاية معناه كيفاش تتم العملية؟ أول حاجة الفكرة على أنت كي تجيب فكرة تشوف فكرة اللي نجم تشتغلها
فما شبكة بتاع معايير تحدد من خلالها الفكرة يمكن اشتغالها بالإمكانيات اللي عندك، بالوقت اللي عندك، حتى الموارد المالية اللي عندك، مدى خطورة إنجاز الفكرة ولا لا. تدرس الفكرة، ثم هل هي الفكرة مثلا مش تجيب حاجة جديدة، مش تكشف حاجة جديدة ولا لا. خاطر برشا مرات جيب انت موضوع ماشي في بالك، انت جيب موضوع باهي في حين انت ما نجم تكشف فيه حد شيء، ولا تم مثلا تطرق ليه، ولا اشتغلوا عليه زملاء اخرين. دونك جيب لنا فكره اللي هي قابله للانجاز في فتره معينه بالامكانيات الموجوده، وفيها كشف لشيء خفيش، ثم حاجه جديده كشف ما. من بعدها تبدا تقوم بالبحث الاولي حول الفكره هذيك، معناها اهم المعلومات اللي موجوده. اذا كان مش تمشي تشتغل على فساد في شركة وإلا تلوث تسبب فيه في شركة، تمشي تعمل زيارة أولية تشوف شكون هم الناس اللي موجودين، تحكي معهم شوية، تبدأ تلم بعض المعلومات حول الموضوع متاعك، باش هذيك يعاونك باش تعمل من بعد فرضية بحث اللي هي باش تقوم عليها التحقيق الكل. اللي هي الفرضية باش تحط فيها شنو المشكل اللي باش تبحث عليه، أهم أسباب المشكل، شنين الأضرار اللي صايرة، وشكون تعينوا أنت مبدئيا كمسؤول عن هذه الأضرار. فرضية البحث نتاعك من خلال بعد العمل الاستقصائي باش تقوم باثباتها ولا نفي. الفوا عملت فرضية البحث، تبدا باش تحدد خريطة المصادر نتاعك، سواء مصادر بشرية، مصادر توثيقية، وثائق معناها، المصادر المفتوحة اللي تنجم توصل لها بمجهودك الخاص، المصادر اللي يلزمك تاخذ معاها رونديفو وتنشيلها، مطالب النفاذ للمعلومة اللي باش تصبها. ومن بعد تبدا تقوم بالبحث نتاعك، وتبدا تلم في المعلومات نتاعك، باش تبوبها في حاجه اسمها الماستر فايل، اللي هو نوع من جدول تحط فيه المعلومات نتاعك الكل، مثلا شهاداتك تفرخها وتحطها، تحط اهم ما جاء فيها، وثائق اللي لميتها تحطها في الجدول هذاك، اهم الاشياء اللي جيت فيها، المقالات اللي جبتها، الاحصائيات، تبدا تلم في المعلومات وتبوبها اوفيغ يا مزو بيان سور، وتتاكد من معلوماتك حتى توصل للمرحله ما قبل الاخيره اللي هي مواجهه مع الطرف اللي انت اتهمته، ما وجهت له المسؤوليه. هذاك في اخر حاجه، خاطر تبدا تخطو لميت كل المعلومات اللي هي باش تدينه، بعدها تمشي تعمل معاه المواجهه باش تعطيه الفرصه انه هو يجاوب يدافع على نفسه. بعدها جينيرالمون ثم تدقيق معناها قانوني باش ما نشوفوا، قصدنا اذا كان تخدم مع منظمات يعني عنده حد يقوم بالتدقيق القانوني باش كان ثم ثغره قانونيه فيقوا بها قبل النشر. وبعدها الاعداد للنشر، نختاروا الوقت المناسب للنشر. في التحقيق الاستقصائي طالما انت استوفيتش المعلومات الكل ما تنشرش، ما عندكش لوبليغاسيون تاع عندك اكتواليتي ولا يسبك تنشر ولا يسبك تهبط ولا لا. بالنسبه لينا نحن طالما ما استوفيتش المعلومات الكل وما اثبتش الفرضيه بتاعك، طالما مازال عندك بتبحث اقعد ابحث حتىش لي تكمل. ويفوا كملت وتاكدت وعملت المواجهه وطبقت معلوماتك، وقتها تبدا مرحله النشر، لانه يفوا نشرت ما عادش نجم تتراجع، مش كيما في العمل الصحفي العادي غلطت عندك حق الرد. لا، بالنسبه للتحقيق الاستقصائي كان غلطت معناها انت ما تعرفش تخدم على روحك، معناها عطيت الفرصه الكارت نتاعك تسحب معناها. لا، ما وصلناش لهذا، لكن الفكره شنين، ما انك انت تتوجه للناس متنفذي، هما بيدهم يلوجوا لك في لابتيت بيت، معناها كان انت عندك ثغره في موضوعك مش ثابته، وقتها هما باش يوليو يتسبوا لك تحكينا عليه في الاول اللي شكوا فيه، يقلبوا عليك طرح احنا كما نقولوا، معناها يشكوا في مصداقيتك وخدمتك كل تطيح في الماء. دونك وقت اللي تنشروا موضوعك يبدا كل شيء مثبت وكل شيء معناها بلندي، فهمت؟ بعد تنطلق مرحله ما بعد النشر اللي باش تشوف شنو هي التبعات، اسكي لي دي زامباكت، صارت شي حاجه، ما يصير حتى شايره، ما يصير حتى شي وقتها، ما نجم يصير اللي فيه بعد. دونك ما يزنكش زاد تيأس، لانه انت قمت بخدمتك، ما نجم تكون خدمتك تعطي ايفي بعد 6 شهور بعد عام. الافضل انك تفي لو سويفي، تشوف شنو اللي صار اونتر تو، باش ديما تقعد مواكب شنو اللي صار في الخدمه نتاعك. والشخص اللي باش تعمل معاه المواجهه ما ينجمش يشكي بيك كونتر تو، ما ينجمش يشكي بيك، انت باش تطلب منه المواجهه باش تقول له انا هاو، باش تبعث له ايميل ولا باش تتصل بيه باش تقول له راني انا قمت بتحقيق استقصائي، هاي النتائج اللي توصلت لها اللي هي تدين كيلكو باغ، وانا نحب نقابلك باش نسلك مجموعه من الاسئله باش انت تجاوب، باش تجاوب معناه باش تدافع على روحك كيلكو باغ. هنا هو عنده الحريه انه يا اما يقبلك
يا اما ما يقبلكش يا اما ما يجاوبكش يا اما يجاوبك اجوبه خارجه معناها اكوتي من الشيء اللي انت تحب عليه. انت مهمتك انك تثبت انك اعطيته الفرصه انه هو يجاوب. وقت اللي زاد تبعث له مثلا ايميل باش تقول له باش يجاوبك تحدد له الفتره، تقول له مثلا نحبك تجاوبني في غضون اسبوع، كان ما جاوبنيش في غضون اسبوع راني باش ننشر، خاطر هو بعد ينجم يجي يقول لك ما جانيش الميل والا ما لقيتش الوقت. لا تقول له هاي اهم نتائج اللي توصلت لها اللي هي تودين، واحنا حاشنا باش نعطيوك الباغون باش تجاوب وعندك الفتره هذه. اما ما نجمش يشكي بيك وقتها لانه انت بزلت ما نشرتش، ما نجم يشكي بيك كان بعد النشر. وكي يشكي بيك بعد النشر معناها كان يطلع هو مدين معناتها القضيه نتاعو تطيح نتصور. ينجم زادا يستغل ثغرات في القانون باش يجيب الحق عليك، معناها هذا ثم ناس قعدت قضاياهم تمشي سنوات في القضاء. علاش انا قلت لك الافضل يكون فما مراجعه قانونيه باش اي ثغره قانونيه يقول لك عليها المحامي من الاول باش يتم معناها التفطن لها وعالجتها قبل النشر. وفوان شرط سيد فوان شرط هو وقتها ينجم ياخذ يحب ينجم يشوهك ينجم يشكي بيك ينجم يتعرض لك، ثم ناس تعرض للقتل كما حكيت لك من الاول. ذاك علاش ماذا بيك انت دوسيك يبدا صحيح كما يقول. في 2016 مدام حنين تم نشر تحقيق شنو قرا لك العنوان نتاعو ونحبك تقول لي شنو يذكرك. كورونا كيد جاردنز ان تونيجيا بريدينغ وهابي اليت، روضات قرانيه بتونس تكوين وهابي متميز. شنو يذكرك العنوان هذا؟ اي هذا تحقيق نحتفل له انا سنه بعشر سنوات من انجازه. هي حكايه طويله لما حال ما فيها برشة تفاصيل. خلي نقول لك هو وقتها من بعد 2011 دور ظاهرة جديدة في تونس اللي هي جمعيات دينية تقوم بإدارة روضات قرآنية لتعليم زعما لأطفال الصغار القرآن. لكن بدأت تخرج وقتها تشكيات اللي قاعدين ما همش قاعدين يعلموهم فقط في القرآن، قاعدين يعملونهم في غسيل دماء، قاعدين يتعاملوا معهم بطريقة معناها صعيبة لأعمارهم، قاعدين يعلموا فيهم في أشياء فيها خطاب عنف ذات طابع ديني متطرف. معناها بدأت تخرج الفكرة أنه كانوا الروضات هذه مخبر لإعداد لفيتور جهاديست، وقتها ستلا تندونس جهاديست في تونس وعنا برشا تونس يمشي يقاتلوا في جبهات القتال. فأنا استرعى انتباهي الموضوع لأنه موضوع جديد ما كانتش ظاهرة موجودة، حبيت بديت نخدم عليها. لكن زادا كان ثم ان ديفيكولتي من ناحية أنه كيفاش باش تدخل لهم الروضات القرآنية، على خاطر كي تمشي انت كصحافي يعطيوك الخطاب لالونغ دوبوا الخطاب الخشبي، كي تمشي كولي نحاولت انا كوليه كيف كيف ما يخليوكش تدخل حتى باش تشوف شو فما من داخل. هما ياخذوا الاطفال بالباب ويقر ويجيبوا يرجعوا لك ولدك من الباب، ما تعرفش شنو يصير لداخل بالضبط ابار اللي يحكيوا لك ولدك وقت اللي تراوح بيه. تذكروا الطفل وليد 4 سنين هكيك الطفل اللي خدمت عليه انت، الطفل هذاك قعد تروماتيزي معناها تلما ولا قال لهم ما عادش نحب نرجع للروضه، وقعدت تداوي فيه معناها عند البسيكياتر، والبسيكياتر هو اللي حكى لي الحكايه، ومن بعد هو اللي وصلني بالام باش نجمت نحكي معاه وشفت الطفل. باهي دونك انا كنت عندي مشكله من البدايه كيفاش باش ندخل الستركتور هذوما، علما انه هذوما سي دي ستركتور فيرمي. قعدت 3 أشهر وانا نحوم حول الموضوع على استخدام مونج لي ابوندوني. ومن بعد فجاه نهار انا قاعده عملت كوشيق سور انترنت ونلقى اون انونس نتاع لتدريب المراوضات اللي يشتغلوا في رياض الاطفال القراني. قلت يا نطلبهم ونقول لهم انا سمنت غيس نحب ندرب. طلبتهم قلت لهم نحب ندرب، قالوا لي باهي جيب وقتها من 50 دينار والاقل، قلت لي 20 دينار وجيب نسخه بطاقه تعريف ويجي. وقتها في بنزرت الروض دونك مشيت تنقول لك بقى مشيت دونك قدمت روحي على انه انا باش نحب ندرس. كانت مدة الدورة التدريبية اسبوعين، نمشي 3 مرات في الجامعة ندرس، وعملت صحبة انا مع المدرس المكونة واللي تمشي معايا وتجي لتونس، وكنت نلبس لباس شرعي معناه مشيت شريته من قدام جامعة الفتح كان لي في جامع الفتح نتاع تونس في البساج كانوا يبيعوا غاديك الدبش، مشيت شريت
بعد ما قمت بالدورة التكوينية ثم فترة متاع ستاج، دونك علاقتي القريبة بالمكونة خلت لي هي عاونتني باش نعمل دي ستاج دون بليزيوغ جاردان دونفون. وقتها انا كنت نخدم فيه مع منظمة أريش، وقتها هما زودوني بالكاميرا الخفي على خاطر في مواضيع كيما كيكي تدخل في مناطق مغلقة لو ديفي سي كو يزمك تصور شنو اللي قاعد يصير من داخل، لان اوترومون ما نجموش نعرفو. ما تكفيش شهادتك انت انك انت دخلت، يزمك توثق. ثم التوثيق مهم لانه كي تخرج من بعد باش يشكوا في كلامك، دونك تولي الصوره هي الوثيق. دونك بوندون 3 موا مشيت واشتغلت معاهم وشفت الاولاد وشفتهم كيفاش يعاملوا فيهم وشنو اللي يعلموا فيهم، وصورتهم وصورت المراوضات وصورت الجو ذاك الكل. بعد كي خرجت كملت البحث متاعي انطلاقا من شهادات من عند لي بسيكياتر، من عند الاولياء. حبيت نفهم علاش الاولياء يهزوا اولادهم، سورتو ان ثم روضات نلقى فيهم اولياء، معناها هذا سختان نيفو سوسيال. انا كنت نعتقد ان الناس تهز اولادها للروضات هذيك خاطر ارخص فكر. ليه خاطر ارخص؟ اكتشفت انه ثم روضات معناها في بلايس مضخمه وناس معناها قاريه ومثقفه وكمان يهزوا اولادهم. دونك حبيت نفهم علاش. دونك مشيت حكيت مع الاولياء، حكيت مع البسيكياتر، حكيت مع وزاره الشؤون الدينيه. وقت ثم كونفلي ما بينات وزاره الشؤون الدينيه وزاره المراه، هذوكم تحت اشراف شكو؟ وزاره المراه تقول لك تحت اشرافي، ولكن هما الجمعيات الدينيه يقولوا لها لا نحن تحت اشراف وزاره الشؤون الدينيه. وزاره الشؤون الدينيه تقول لك انا هذوما ماهمش تحت اشرافي، بانه انا تحت اشراف الكتاتيب اللي هما تابعين للدوله مش للروضات القرانيه. فالكونفلي هذاك خلق ثغره باش هذه الروضات هذه تنتعش. دونك استكملت البحث، خذي انتوكا خذي من عندي وقتها الكل في الكل سنة خدم، عام كامل نخدم عليه، عام كامل بدون ما يعرف حتى معناها مديري في العمل وقتها نشتغل في رياليتين نخدم عليه. لأنه أوترومون ما كانوش باش يخليوني نخدم عليه، لا باش يعطيوني الوقت للإمكانيات لحد شيء. متفكرش روحك انت لهنا؟ انا غلطت غلطات في الحمايه صحيح، وقتها دركتها متاخر شوي. يعني انا مشيت وقت اللي قدمت في الدوره قدمت بطاقه التعريف نتاعي فيها اسم ما فيهش صحفي، خاطر مشيت جبت نسخه من بطاقه التعريف القديمه اللي هي فيها طالبه لكن باسم كانوا ينجموا يلقاوني. وانا وقتها نكتب في الصحافه المكتوبه دونك مانيش معروف، ما نظهرش في التلفزيون، هذاك علاش ما نجموش يتعرفوا عليا فاسينمون. ثم الغلطة الثانية وقت اللي كنت نمشي لداخل كانوا نجموا يكشفوني، ثم ما معناها كان ثم ريسك انه يكتشفوا الهوية الحقيقية. اما وقتها دركتها بما انه ساعدتني منظمة أريج، اعطتني بعد اعطتني ان بروغرام كو نستليه في التليفون بتاعي باش يعطي لومبلاسمون بتاعي لحد البر، لازم يبدا عندك حد يراقبك باش كي تصير لك اي حاجه فيها كل بوتون اسمه ريد بوتون، هو البروغرام تنزل على كل بوتون هذاك يدخل اي حد من برا عنده لومبلاسمون جيوغرافيك نتاعك باش يساعدك ولا يطلب لك النجد. بون جي دو لا شانس، انا ما صارت لي حتى مشكله، تبقى كان باش نعاود نخدمها الخدمه معناها اليوم ما ناخذش نفس لي ريسك اللي خديتهم بوقتها، خاطر بوقتها انا ما كنتش نحسب الريسك، كنت نحسب شنو اللي نجم من نكشف كمعلومات. ما صارتش هكا لقطه قلت لي انت كانوا ينجموا، انت شكيت للحظه اللي هم فاقوا بيك ولا؟ فما مره انا نحكي قاعدين في التواليت نحن وانا قدام المرايه ونحكي مع المراوضات، وانا الكاميرا الخفيه كانت عباره على بوتون موجود في الملابس نتاعي وكان قدامي شباك. دونك سختاب بابا نحكي معاهم والضو ضرب في البوتون، يخلي البوتون شعل عمل غفلي. دونك واحده منهم قعدت مركزه شنو اللي يشعل معناها عندي. انا من الاول ما تفطنتش، ما كريت لا رياكسيون نتاعها وخزرت للمرايه ريتو البوتون شعل. دونك وقتها لميت على الحكايه معناها، بعت مشيت لبلاصه اخرى باش هي ما شكتش في. مي كان سيتي بينيبل على خاطر ما جاتش البال هذه الكاميرا، ما جاتش البالها، اما سيتي ريسك. اما كانت صعبه الحكايه، باش نقول لك علاش. عاده انك انت تخدم بهويه غير هويتك وعندك كاميرا، اولا انت بدنك هو الكاميرا، دونك باش تصور مثلا مع طفل صغير لازمك تهبط بكلك، تصور مع شخص بجنبك لازمك انت تدور بكلك، دونك لازم تتحكم في حركه مخك يخدم.
شنو اللي قاعد ترا فيهم امتو كيفاش باش تصوروا بشات لخاطر كي نصور عادي نجم ياخذ السقف. وعملت انا بليزيور تيست قبل ما نمشي نصور. الثانيه هي انك ترى الاطفال يطلبوا منك المساعده وقت، هل تساعدهم وقت ولا مساعدهمش؟ كي مش تساعدهم باش تكشف هويتك، وكان ما تساعدهمش باش تحس نفسك انك انت ما عاونتهمش. اخ انت في فكرك انه ما يلزمكش تعاونهم وقت، المعاونه الكبيره انه كي تخرج من بعد وتكشف السيستم الكل. دونك هنا هو في لحظتها يستحق المساعده، في لحظتها مش انا برك برشا اللي صحفيين يشتغلوا كيما انا. ثم تحقيق تعمل اسمه التلاميذ والسلاسل في السودان يشبه تحقيقي انا تعمل في البي بي سي في السودان عام 2021. نفس الشيء، صحافي يلقى روحه دخل الخلاوي يسميهم، دخل طفل منهم طلب منه المساعده، قالوا نحب نخرج نحب نمشي لبابا وامي ما عادش نحب نقعد هنا، لكن هو ما كانش ينجم يساعد. دونك هذاك لو ديشيرمون، اسكو نعاون الصغير وقتها ولا نعاون الضحيه، والا نسكت على روحي خاطر انا في الاخر جاي باش نوثق شنو اللي قاعد يصير باش من بعد نفضح ان فينومين. معناها لا بوسيبيليتي من بعد باش تنقذ اكثر عدد ممكن باش تفضح روحك باش تنقذ شخص. وتوجت في 2014 مدام حنين بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة، ومن بعد في 2019 توجتي بجائزة رائف بدوي لصحفي شجاع. شنو ما يمثلوا لك التتويجات هذوما؟ والله ايش نقول لك، انا قتلي تخدم التحقيق ماهوش الغرض هو التتويج، راه الغرض انك انت تحس روحك امبليكي. معناها انا كنت نخدم هو اعتراف معناها التتويج إيه ليه ما نفسر لك، أنا كي خدمت وقتها حسيت روحي كأنها قضيتي البرسونيل، معناها الصغار دوكم كأني أنا مسؤول عليه مزمن نلقى لهم حل. التتويج ما جاي من بعد، معناها من لون شرط التحقيق انتظرت أنه أريج يتم التتويج فيه، ما صارش التتويج وقتها. دونك شاركت في سمير قصير نوع من الانتقام اللي ما اعترفوش به، يا أخي خذي الجائزة وقتها. وكمان زاد في 2014 في نفس العام بدا يصير الامباكت، بدا يسكروا في الروضات هذوك خاطر الحكومه تبدلت، من كنا في حكومه الترويكا ولينا في حكومه مهدي جمع. وبعد صار تتويج اخر بالنسبه لرائف بدوي، ما كانش على التحقيق هذاك، كان على لونسومبل ما كارير. طبعا حاجه باهيه وخايبه، هي انه انا اشتغلت تحقيقات من بعد ما الناس قعدت تفكرني كان بالتحقيق هذاك اللي هو تو عنده 10 سنين معناه، وتفكروه وقت اللي صارت المشكله نتاع الرقيب، المحتشد نتاع الرقيب اللي لقاو فيه اطفال اللي هما تعرضوا للاغتصاب وتعرضوا للدمغجه الى اخره. وقتها الناس تفكر التحقيق نتاع على اساس انه هو كان الى تيلو ديكلونشور، حذر من فينومين اللي هو 7 سنين بعد ولا فينومين اكبر من هكاك. الاعتراف به يعني قلت لك، ولكن ساعات الناس تحصرك في حاجه. تو انا كي يسالوني ديما يسالوني على التحقيق هذاك، وانا خدمت بعده 5 ولا 6 تحقيقات ومازلت نخدم، لكن الناس قاعد تعرف كان هذاك برك. دونك فما الباهي والخايب كلكو با، كيما انت تتعرف مثلا منير فوالا وتخدم من بعد 10 دوكيومونتيرات وعاودوا يرجعوا ديما يسالوك على هذاك. طبعا شو تنصح مدام حنين العبيد اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا ويحبوا يوليوا صحفيين استقصائيين؟ انا ننصح اللي فريمون يحب يبحث ويربش ويحب فريمون يكشف يدخل للقطاع هذا، راهو ماهوش قطاع سهل، ماهوش قطاع سون ريسك، يفو فريمون ايمي لا شوز. معناها انا كي مشيت مؤخرا للمؤتمر العالمي للصحافه الاستقصائيه في السويد من 19 ل 22 سبتمبر اللي فات، شفت ناس معناها ناس باسيوني، عرفت ناس معناها شردت، ثم ناس اضطرت انها تترك اوطانها من اجل تحقيق، ثم ناس تعرضت للاعتداء، ثم ناس معناها تعرضت لعمليات قتل غزمون لبيس. معناها pour faire un travail comme ça اللي فيه ريسك، اللي فيه برشا صبر برشا جهد برشا مجاهد للنفس زيد، يفو فريمون يكخواغ، فهمت؟ يزم حاجة فريمون تمسك انت تحب تعمل حاجة، معناها ينكوز كي بيرسونيل، معناها تؤمن به، سينو ما تنجمش تكمل، سينو في أول صعوبة تعترضك تنجم تي أبوندون، تنجم تقول ايه فوق علينا وعلاش نقعد ماشي للآخر. دونك يفو يكخواغ، معناها المفتاح هي لا باسيون،
كيما لا باسيون في الصحافه كيما لا باسيون اكثر في الصحافه الاستقصائيه. فو امي في خصا يفو امي اوسي كروغ على كوز اللي تخليك انت تحب تخدم في المجال هذا وما تستناش انه الامور باش تكون سهله. هما معناها نجاح العمل مرتبط اساسا باراده الصحفي. منسوي في الاخر خوي نتاع سنين خدمه ما عندها مش من اول تحقيق باش تخدم مترجم تولي لا باش بضروره الفخوي. اما زاد وقت اللي تكون صحفي عادي ومن بعد تخدم تحقيق الاستقصائي تحس اللي انت تبدلت حاجه في الكاريير نتاعك، عملت حاجه دو بلوس، طلعت درجه في العمل نتاعك، نظرتك للاشياء تتبدل، ما عادش تكتفي بالروايه الرسميه او بالليزابارونس، ولي ديما تولي تشوف ما وراء ذلك، تولي اون تكنيك، تولي اون ديفورماسيون بروفيسيونيل بالنسبه ليك، ما عادش اللي تراه قدامك تقول ماهوش صحيح، ماذا بك تشوف شنو اللي وراه. اذا يفيدك مش فقط في عملك كصحفي استقصائي، حتى في حياتك العاديه معناها تولي تشوف ما وراء الاشياء، ما وراء الاشخاص، ما وراء الحوادث، دونك يولي عندك نظره ثاقبه في الحياه. مدام حنان، كيفاش توا الخدمه تاع الصحافه الاستقصائيه تاخذ برشا وقت من ناحيه الصحفي؟ كيفاش يصير معناتها ينجم يوفق ما بين حياته الشخصيه وحياته المهنيه؟ هو التحقيق الاستقصائي انت ماكش باش تخدم معناها كل يوم تحقيق استقصائي، على الاقل تخدم زوز في السنه ويبدا عندك تحقيقات اون باراليل تخدم فيه، لكن ماهوش باش يكون هذاك عملك الاساسي، بيسكو انت عندك عملك الاساسي كصحفي او كمدرب اللي هو ذاك العمل العادي، خاطر التحقيق الاستقصائي ياخذ برشا وقت، ماجمش تخدم كان على هذاك. دونك وانا نذكر وقت اللي كنت نخدم مثلا كنت نشتغل في رياليتي، كنت نخدم اون باراليل من العمل العادي اللي انا نخدم فيه، معناها عندي خدمتي الصحفيه والوقت اللي ما نخدمش فيه خدمتي الصحفيه نكرسه للبحث لمقابله المصادر الى اخره. انا يظل هذا احسن اكيليبر يصير، لانه بما انه تحقيق الاستقصاء ياخذ برشا وقت وانت كان تبدا تخدم كان عليه ان سختان ما باش تصير لك ديسيبسيون خاطر ماكش قاعد تقدم بالسرعه الممكنه، على خاطر ماكش قاعد توصل للمعلومات اللي انت تحب توصل لها. دونك لكن زاده الفيد انك تقعد مده كبيره تخدم على موضوع يبقى تبيتي، معناها باش يسكنك الموضوع هذاك، باش تمر بيه ان سختان ما فهمت. تنجم تصير لك زاده ان بوتيت ديسيبسيون وقت اللي تنشر وما يصيرش لامباكت اللي انت كنت تستنى فيه. دونك يفو بروندر كونسيديراسيون اللي انت داخل في مجال اللي باش ياخذ وقت، دونك لازمك تعمل حاجه اخرى باراليل اللي لازمك تعطيه الوقت نتاعو، اللي بوتيتر الامباكت ما يكونش كيما انت تحب، لكن زاده اللي الحاجه اللي نشرتها عندها قيمه، معناها ممكن يجي حد اخر يستغلها يعطيها بعد اخر. يعطيك صحة مدام حنين. هكا نكون وصلنا لاخر الحلقة متاعنا، كان معكم قصي عيد في باركور، احنا كالعادة تقابلوا 6 جاي 6 متاع العشية كالعادة مع خدمة جديدة وباركور اخر. باي باي.